رفع سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل سمو ولي العهد أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 من ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 للميلاد، والذكرى 45 لانضمامها في الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، والذكرى 17 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم. وجاء ذلك لدى افتتاح سموه بطولة العيد الوطني لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت اليوم تحت رعاية سموه على الملعب الرملي للاتحاد البحريني لكرة القدم، كما حضر افتتاح البطولة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وعدد من المسؤولين بالاتحاد. وقد أشاد سموه بالتنظيم المميز للبطولة وما ظهرت عليه من حلة مميزة عكست العمل الكبير الذي قام به المسؤولون في اتحاد الكرة، وثمن سموه إقامة البطولة بالتزامن مع الأعياد الوطنية للمملكة، منوها سموه بأن المشاركة الواسعة في هذه البطولة عكست مدى التفاعل الكبير من قبل الشباب البحريني مع مختلف الفعاليات الرياضية والشبابية، مشيرا سموه إلى دور هذه البطولات في رفد المنتخبات الوطنية في هذه اللعبة ومشاركاتها المختلفة، متمنيا سموه للبطولة كل التوفيق والنجاح.